إلى الملف الطبي الآن، ولكن لا نتحدث لا عن سوء خدمة أو عدم وفرة أدوية، ولن نتحدث كذلك عن حرمان هذا المواطن من العلاج أو ذاك، وإنما سنتحدث هذه المرة عن النظافة في المشافي العامة التي تتبع الدولة في العراق. تعالوا نشاهد وإياكم ما مدى الاهتمام بالنظافة في ردهات مستشفى ابن البلدي تحديدا بمدينة الصدر في بغداد. هلا بالخميس وهاي وايد دم وايد دم. 14/3/2019 مستشفى الزهراوي مركز امراض الدم. ايه مال ثلاسيميا. جات العين مرتاحين. هو يقول لك ليش تنشر؟ والله مستشفى رهيبه. VIP هاي المستشفى، والله العظيم ماكو هيك، والله عيب. المستشفى الجديد ليش ما يفتحوه؟ خرب وانه صار خمسه؟ لا خربت. اللهم زيد وبارك. ابن البلدي مستشفى الزهراوي.